اليوم الساعة 9 بتوقيت السعودية كموعد حفلة ليلة المعازيم، الحفلة المنتظرة لفنان العرب محمد عبده من بعد ما تم تأجيل هالحفلة من يوم الجمعة لحد اليوم. رجعت صفحة موسم الرياض بتغريدة على تويتر نشرت بيان صحفي أعلنت فيه تأجيل الحفل المنتظر بسبب الأحوال الجوية حتى يوم الخميس 20 يناير. وعلى ما يبدو الحفلة رح يكون فيها مفاجآت كثيرة، فنشر البارح معالي المستشار تركي الشيخ تويتا وكان عم بحمس الجمهور لكي يحضروا الحفل، فقال المهم هي أول وصلة في حفل وخصوصا أول 20 دقيقة إنك تشوفها على الطبيعة يلي بتحضر، لأنه شعورها بيختلف تماما عن خلف التيفي. الحفلة بطريقتها وبمعازيمها لن تتكرر، هي مرة في العمر. أما تفاصيل هالحفلة رح نحكيها بحلقة الخميس، لكن مفاجآت موسم الرياض مستمرة، فأعلنت الصفحة الرسمية على تويتر عن حفلة يوم الأربعاء 19 يناير بتجمع وليد الشامي وبلقيس ووعد ضمن ليالي أويسز، ويوم الخميس 20 يناير على مسرح أبو بكر سالم رح يكون موعد الحفل اللي بيجمع إليسا ونصيف زيتون. أما يوم الجمعة 21 يناير فرح تكونوا على موعد مع الجلسة الثالثة من جلسات العادرية اللي بيحيوها كل من ماجد المهندس وتهاني السلطان. وبموسم الرياض أيضاً حسن الرداد نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة بتجمعه بعمر يوسف من بروفات عرض مسرحي جديد بعنوان عائلة كازانوفا، وكتب عليها قريباً، وهي المسرحية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة ضمن فعاليات موسم الرياض واللي من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا. من بعد غيابه لمدة 16 سنة قدر حمدي بدر يعيد لم شمل عمرو يوسف وحسن الرداد بعدما جمعهم نور الشريف من خلال مسلسل الدالي، لكن هذه المرة على خشبة المسرح، والمسرحية من تأليف ضياء محمد وإخراج هشام عطوة، وكي يشارك في بطولتها كل من نسرين طافش، حمدي مرغني، مرهان حسين، سعد الصغير، وبادية طلبة وغيرهم.